قبل أن يدخل إلى الحمام يقول دعاء الدخول قبل أن يدخل. نعم. يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذا الدعاء قبل أن يدخل. نعم. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج بعد أن يخرج يقول هذا الدعاء يقول غفرانك. لا يجوز أن يدخل إلى الحمام بالمصحف بكتاب الحديث صحيح البخاري مثلا. يقدم الرجل اليسرى عند دخول الحمام. واليمنى عند الخروج. لا يمكن أن يقرأ القرآن أو يقول أستغفر الله في الحمام. أستغفر الله 라고 이렇게 하지 않는다.